السلام عليكم. زيت حبة البركة واحد من مجموعة الزيوت عم نقوم بعصرها واستخراجها على الطريقة الباردة. اليوم رح نحكي عن فوائد زيت حبة البركة، المحتوى والتركيب، الفوائد والاستخدام. لكن بالبداية بدنا نعرف كيف فينا نميز الزيوت الأصلية عن الزيوت التجارية أو الزيوت المحملة بالزيوت النباتية. الزيوت الأصلية، كل الزيوت المستخرجة من البذور والثمار، هي زيوت عندها لزوجة خفيفة جدا. خلال الاستخدام الخارجي، طبقة الجلد راح تتشربها من نصف دقيقة للدقيقة ونصف تقريبا، ما راح تترك لي أي أثر دهني أو أثر شمي على طبقة الجلد. بالاستخدام الداخلي راح تظهر عندي خلال عملية التذوق اللزوجة منخفضة بشكل واضح جدا. النكهة المميزة لكل زيت، كل الزيوت المستخرجة من البذور والثمار تحمل نفس طعم البذور والثمار باستثناء بعض الأنواع مثل زيت بذر الكتان، طعمته بتختلف عن طعمة بذور الكتان. الزيوت العطرية الموجودة بالبذور والثمار نحن عم نخسر نسبة بسيطة منها خلال عملية العصر، لكن عم نضل محافظين على نسبة يعني تقدر بال70 ل80% من الزيوت العطرية. لهيك فينا نميزها من خلال روائحها العطرية مثل زيت اليانسون، زيت جوز الهند، زيت حبة البركة. الاستخدام الداخلي مثل ما حكينا راح تظهر عندي اللزوجة منخفضة بشكل واضح. الطعم المميز لكل زيت ورائحة الزيوت العطرية الموجودة لكل زيت مستخرج من البذور والثمار رح تظهر عندي بشكل واضح جدا. الزيوت التجارية على الأغلب عم بتكون محملة بزيوت نباتية، وللأسف أحيانا عم تكون محملة بزيوت نباتية مستهلكة من بقايا المطاعم ومحلات الأطعمة. خلال الاستخدام الخارجي حتما رح يترك لي أثر دهني أو أثر شمي على طبقة الجلد. الامتصاص رح يتأخر عندي من 3 دقائق ل5 دقائق بشكل تقريبي. الاستخدام الداخلي واللي احيانا ما بننصح فيه لانه احيانا هاي الزيوت عم تكون زيوت مستهلكه، رح تظهر عندي اللزوجه مرتفعه بشكل واضح جدا. نكهه الزيت والروائح والزيوت العطريه الموجوده فيه رح تنخفض عندي بنسبه 60 ل 70% خلال عمليات التحميل او عمليات النقع، واحيانا عم يكون في عمليات تسخين ومن ثم ضغط وعصر. لهيك عم النكهة رح تنخفض عندي بنسبة كبيرة جدا، طعمة الزيوت رح تتغير عندي، الزيوت العطرية الموجودة بالبذور والثمار رح نخسرها بنسبة 60 ل 70%، وأحيانا صعب جدا نميز كل نوع من أنواع الزيوت بسبب لأنه عم نخسر الزيوت العطرية بنسبة كبيرة كتير. أما بالنسبة لزيت حبة البركة رح نحكي عن المحتوى والتركيب، الفوائد والاستخدام. عندنا مجموعة كبيرة من المعادن مثل الحديد، النحاس، الزنك. عندنا مجموعة أملاح معدنية، كالسيوم، بوتاسيوم، صوديوم، منغنيزيوم، سيلينيوم، فوسفور. عندي مجموعة من فيتامينات بي، B1، B3، B5، نسبة بسيطة من فيتامين إي. عندي الفيتستيرول موجود، الفيتستروجين موجود، عندنا نسبة من الأوميجا 3، أوميجا 6 موجود. لكن يلي بيميز زيت حبة البركة عن بقية الزيوت هو عنصر النيجيلين والأرجينين، وفي عنصر بيعد من أقوى العناصر المضادة للأكسدة هو عنصر الثايموكينيون. النيجيلين اللي موجود بزيت حبة البركة مفعوله بيشبه مفعول الأندروفين الموجود داخل الجسم، وبالتالي هو زيت مخفف ومسكن للآلام بشكل واضح جدا، سواء كانت آلام عصبية أو آلام عضلية أو آلام ناجمة عن ممارسة بعض الأعمال المتعبة أو الأعمال الشاقة. الأرجينين عنصر كتير مهم موجود بزيت حبة البركة، هو عنصر محفز لجهاز المناعة، محفز للنمو عند الصغار، هو عنصر بيساعد على عمليات الاستقلاب داخل الجسم. الأوميجا 3 بيساعد على إفراز البروستاجلاندين 1 وبروستاجلاندين 3، وبالتالي هو زيت بيشبه مفعوله مفعول الكورتيزون الطبيعي اللي ما بيترك أي أثر جانبي داخل الجسم، يلي بيساعد بشكل واضح جدا على تسكين وعلاج الآلام سواء كانت آلام عصبية أو آلام عضلية. الفيتوستيرول والفيتوستروجين مثل ما حكينا، الفيتوستيرول هي مجموعة عناصر بتحميها من أمراض القلب والشرايين، التهاب الأعصاب، التهاب المفاصل. الفيتوستروجين هو هرمون نباتي بيشبه هرمون الأستروجين الموجود عند السيدات، وبالتالي بيشكل لي عامل حماية وقاية من سرطان الثدي، سرطان الرحم، عدم ظهور الأكياس على المبايض، عدم تشكل الليف داخل الرحم. الفلافونيدات والبوليفينات الموجودين بزيت حبة البركة هي مجموعة عناصر بتحمي عضلة القلب، بتحمي الشرايين، منشطة للدورة الدموية، بتحميني من أمراض المناعة، ضعف المناعة، مقوية للجسم بشكل عام، طاردة للجذور الحرة، بتمنع تشكل الخلايا السرطانية. أما بالنسبة للفوائد والاستخدام رح نبلش بالاستخدام الخارجي. كل الزيوت المستخرجة من البذور والثمار هي زيوت مغذية للشعر، بتفيد بمنع تساقط الشعر، تقصف الشعر،
عدم ظهور الفطور على فروة الرأس. بالنسبة للبشرة هي زيوت مغذية ومرطبة للبشرة. كل الزيوت الطبيعية المستخرجة من البذور والثمار هي زيوت تحتوي على مضادات الأكسدة، وبالتالي بتساعد على شد البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. أما بالنسبة للاستخدام الداخلي مثل ما حكينا، اللي بيميز زيت حبة البركة هو عنصر النيجيلين وعنصر الأرجينين والأوميجا 3 يلي بيساعد على إفراز البروستاجلاندين 1 بروستاجلاندين 3. وبالتالي زيت حبة البركة هو زيت مسكن للآلام، سواء كانت آلام عضلية أو آلام مفصلية أو آلام ناجمة عن ممارسة بعض الأعمال المتعبة أو الأعمال الشاقة. زيت حبة البركة بيساعد على تحفيز جهاز المناعة بسبب وجود عنصر الأرجينين اللي فيه، وبالتالي هو زيت بشكل لي عامل حماية وقاية من الأمراض المناعية مثل مرض السكري، التصلب اللويحي، داء بهجة، داء كراون. زيت حبة البركة وعنصر الأرجينين الموجود فيه بيساعد على إفراز الأنسولين بشكل طبيعي داخل الجسم، وبالتالي بيفيد هو في علاج مرضى السكري أو بيساعد مرضى السكري خاصة من النوع الثاني. الفيتستيرول والفيتستروجين هي زيوت بتحمي عضلة القلب، منشطة للشرايين، منشطة للدورة الدموية، تقي من الالتهابات سواء كانت التهابات عضلية أو التهابات مفصلية. الفيتستروجين مثل ما حكينا هو هرمون نباتي بيشبه هرمون الاستروجين الموجود عند السيدات، وبالتالي بيشكل لي عامل حماية ووقاية من سرطان الثدي، سرطان الرحم، عدم تشكل الأكياس على المبايض، عدم تشكل الليف داخل الرحم. زيت حبة البركة مفعوله بيشبه مفعول الكورتيزون الطبيعي، هو زيت مسكن للآلام، مخفف للآلام، معالج للآلام. وزيت بيساعدني بشكل كبير على التخلص من الآلام سواء كانت آلام عضلية أو آلام مفصلية. زيت حبة البركة أو حبة البركة اللي احنا بحاجة إلى جرعة بسيطة جدا يوميا من البذور، اللي احنا بحاجة إلى نصف ملعقة صغيرة يوميا، فينا ناخذها مع أي وجبة من وجبات الطعام سواء الصباحية أو المسائية. أما الزيوت فنحن بحاجة من 5 نقاط لعشر نقاط يوميا، مرة واحدة يوميا. زيت حبة البركة إذا محفز لجهاز المناعة بيساعدني على التخلص من الآلام سواء كانت آلام عضلية أو آلام مفصلية. لما بيكون زيت حبة البركة أو هو البذور هي جزء من حياتي اليومية، طبعا مفعولها ما راح يظهر عندي بخلال يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، هي بدها تكون جزء من حياتنا اليومية، وبالتالي راح تساعدني على تحفيز جهاز المناعة، تحفيز إفراز الأنسولين داخل الجسم يلي بيساعدني على الحماية الوقاية من مرض السكري، وأيضا بيساعد مرضى السكري مثل ما حكينا خصوصي مرضى السكري من النوع الثاني. كل الفوائد بالمحتوى والتركيب، الفوائد والاستخدام، الرسول عليه الصلاة والسلام اختصرها في 4 كلمات: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. عندما تكون الحبة السوداء أو زيت حبة البركة جزء من حياتي اليومية لا يفارق حياتي اليومية. تقريبا هي كانت معلومات مختصرة بشكل كتير كبير، بتمنى الكل يستفيد منها. بشوفكم دايما بخير وصحة وسلامة. السلام عليكم ورحمة الله.